وللمزيد من النقاش والتحليل الآن نرحب بضيفنا مباشرة من حيفا، نرحب بالعقيد موشي العاد الضابط السابق في الجيش الإسرائيلي، أهلا بك معنا في المشهد. إذن هل يمكن فعلا أن ترد إسرائيل على هذه أو على هذا الهجوم الصاروخي الإيراني خلال ساعات أو خلال هذه الليلة؟ طبعا اولا مساء الخير لك وجميع المشاهدين. اهلا وسهلا. اعتقد ان اسرائيل لم تعلن عن توقيت دقيق عن الهجوم في الايران، ولكن الرد سيكون بلا شك. هل لدى احد في العالم شك ان هذا الهجوم سيمر دون رد؟ يعني 400 صاروخ باتجاه اسرائيل، تم اعتراض 200 منها خارج البلاد وعدد آخر وطرد داخل البلاد. وطبعا أعتقد أن النجاح الإسرائيلي نجاح كبير، إنجاز بلم يعني غير مسبوق. وطبعا الفشل الإيراني لمرة ثانية كمان فشل غير مسبوق، يعني مرة ثانية ولا واحد أصيب في إسرائيل، حصلت 90% من الصواريخ وطردت. وأعتقد أن يعني كل هذه السنوات إيران أعلنت أن راح تدمر إسرائيل وتحارب إسرائيل، شفنا يعني شاهدنا النتائج. أعتقد أن الرد سيكون رد قاسي جدا بشكل غير مسبوق. إذا برأيي أنا ولكن لو نعطي أمثلة، يعني على سبيل المثال، يعني عندما تقول أنه سيكون ردا غير مسبوق، ماذا يمكن أن يستهدف على سبيل المثال؟ مثلا الإنتاج البترول الوقود الإيراني موجود في مكان واحد، يعني في أحد الجزائر هناك في إيران. كل يعني المنتوجات البترولية موجودة هناك، يعني بسهولة إسرائيل تستطيع أن يعني تحاربها وتخرقها زي كان في ميناء حديدة مثلا. أو أولا قبل كل شيء أعتقد أن المشروع النووي، وأقول لك ليش. يعني إيران يعني دولة جدية، هي يعني الإيرانيين بعد الهجومين الذين نفذتها إيران طبعا لإسرائيل، علمنا أن إيران جدة، يعني فهي تهدد وتنفذ. فلهذا السبب يجب أن لا تمتلك إيران سلاحا نوويا، لأنه ستستخدمها بشكل غير شرعي لأعراض وأهداف تدمير شعبنا وبلادنا إسرائيل. وليس سرا أن المخططات النووية الإيرانية كانت دائما هدفا إسرائيليا وأمريكيا كمان، ولكن إسرائيل عندها فرصة ذهبية بعد هذا الهجوم أن تضرب المشاريع النووية، وإن شاء الله سيكون هذا قريبا. طيب، الجيش الإسرائيلي قال ربما قبل ساعات قليلة أنه سيواصل خلال هذه الليلة شن هجمات وصفها بالقوية في منطقة الشرق الأوسط، يعني لم يحدد سواء في إيران أو في منطقة أخرى، يعني كيف يمكن أن نفهم هذه الإشارة هنا؟ إيران لها طبعا هي رأس الأخطبوط ورأس الحية، وعندها كمان عدة مراكز في كل مكان، في العراق الميليشيات الشيعية، اليمنيين، الحوثيون، حماس وحزب الله. فأعتقد أن كل شيء مفتوح يعني على الطاولة. إذا إسرائيل يمكن سوف تنفذ هجوم في العراق، يا في سوريا، يا في اليمن، كل مكان يعني إسرائيل توصل إليه بسهولة وتقدر تستطيع أن تضرب ضربة قوية جدا. يعني فيما يتعلق بالهجوم الإيراني الذي شاهدناه قبل ساعات من الآن، يعني الرد الإسرائيلي على هذا الهجوم الصاروخي بالذات، هل ترى أنه يمكن أن يكون ضد وكلاء لإيران ليس بالضرورة داخل الأراضي الإيرانية؟ كلهم يد واحد، يعني إيران هي رأس الحية، هي تمول، هي تستطيع الأسلحة، هي تعطي المعنوية لكل هذول، كله مع بعض. يعني حزب الله أحد، يعني كل تمويله وكل الأسلحة كل شيء كان أحد من حتى الإرشادات الدينية من إيران.
والشيعة في العراق، والحوثيون شو كان عندنا احنا مع الحوثيون؟ ابدا، يعني ما لناش اي حد حدود. لكن في هذه الضربه بالتحديد وهذا الهجوم بالتحديد، ايران هاجمت اسرائيل بشكل مباشر هنا، اليس من المفترض ان تهاجم اسرائيل ايران بشكل مباشر على اراضيها بالتالي؟ وشو بالنسبه للحوثيون الذين يطلقوا صواريخ كل يومين على اسرائيل، وصواريخ اللي بتطلع من العراق الى اسرائيل، وحزب الله ولكن اسرائيل ضربت بالفعل الحوثيين، يعني استهدفت مصالح الحوثيين. وبعد ما كملنا الضربات، الضربه كانت ضربه انكناويه، ولكن بعد ما كملنا حتى يجوا يوصلوا الحوثيون ويقولوا والله بكافي خلاص. احنا لم نسمح لاي دوله حتى لو كانت دوله سلام حوالينا أن يعني تطلق صواريخ على إسرائيل، أن تلعب دور يعني يعني أمة الهجومات. لا لا لا، لم نسمح لأي دولة حوالينا أو غير حوالينا أن تقوم بأي هجوم على إسرائيل، فهذا مفهوم جدا. ولكن أعتقد أن إيران راح تأخذ درس، يمكن أقوى درس من كل هؤلاء من الوكلاء. طيب، الهجوم الصاروخي الذي شاهدناه في شهر أبريل الماضي طبعا، الذي كان يشبه إلى حد ما شاهدناه اليوم، ما هو الرد الإسرائيلي الذي كان برأيك مناسبا لما حدث في تلك الوقت في ذلك الوقت؟ أعتقد أن إسرائيل عطت بات بهذه الفترة يعني إشارة بسيطة، ليس أكثر من هيك. يعني كان هجوم صريح، يعني كان هجوم من قبل جيش الدفاع، من قبل سلاح الجو، لمرة واحدة عشان يفهموا الإيرانيين. الإيرانيين ما كان يفهموا، الإيرانيين يعني استمروا بكل جهودهم أن يهاجموا إسرائيل ويعطوا كل المعنوية والدعم للوكلاء. فلذلك هذه المرة لمرة ثانية يجب أن يأخذوا درس من إسرائيل، أن ما يكون أي يعني ما يتكرروا هذا الموضوع مرة ثانية. إسرائيل دولة ذات سيادة، لم تسمح لأي دولة أن تقوم، حتى لو إيران. إيران على فكرة يعني من فترة طويلة لم تستطيع أن تكافح مباشرة مع إسرائيل. هذا الهجومين هي يعني ظاهرة جديدة، يعني سابقا إيران استعملت الوكلاء في كل مكان، حتى في أرجنتين ضد يعني المؤسسات اليهودية هناك. طيب، واستعملت آخرين، بس نعم. هي ما نفقت مباشرة. حاليا الهجومين الآخرين كانت يعني هجوم مباشر على إسرائيل، ولذلك راح تدفع الثمن. نعم، في هذه الأثناء يتداول كثيرون حتى على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يقولون إنها من إسرائيل، وفي هذه المقاطع ربما تظهر مناطق عسكرية إسرائيلية. هناك من يقول إن بعض الأهداف التي وصلت إليها الصواريخ الإيرانية هي أهداف عسكرية إسرائيلية، ويقول كثيرون في هذه الأثناء إن إسرائيل تخفي الأمر ولن تكشف عنه. ماذا تجيب عن كل هذه ربما الأصوات التي تتحدث في هذا السياق؟ نتكلم عن لبنان. لا، نتحدث عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف إسرائيل هذه الليلة، نتحدث عن تبعات أو آثار هذا الهجوم. الآن هناك يعني مقاطع فيديو يتم تداولها، وهناك كثيرون يقولون أن بعض الصواريخ أصابت أهدافا عسكرية داخل إسرائيل، فكيف ترد على ذلك؟ أنا سمعت كمان المحلل اللي حكى كابلي، يعني إذا كان 10% من كلامه صحيح فما كانش إسرائيل اليوم. لا، بمعنى اسمع، ما معنى ذلك؟ الناتج باللسان الإسرائيلي يقول بس المضبوط الحقيقة، يعني فيش هون لف ودوران وأشياء، يعني بيلعبوا زي المحللين الأردنيين يقولون. لا لا، لا يمكن. نعم سيد العاد، لا يمكن أن نسيء إلى يعني محللين من أي دولة، من يعني ما يعني، لأنه في الأخير نحن ليس لدينا ضيف من الأردن حتى يدافع عن نفسه الآن. أوكي، عم بحكي عن أنفسنا. إسرائيل تقول بس الصدق، حتى لو لا سمح الله ماتوا 5 أو 6 أو 7 أو كان أضرار كبيرة كنا نقولها. الناتج باللسان تبعنا يقول هذا الوسيلة، أحسن وسيلة اللي عنده، يعني قول الصدق. فلذلك إذا هو بيقول أن ما في شيء، ما في شيء.
يعني 95% من الصواريخ اطردت كانت يعني بمكان واحد في أريحة، نزل صاروخ واحد وقتل مواطن عربي مسلم من الضفة الغربية من أريحة، وللأسف الشديد. وطبعا هون وهناك يعني نزلوا شزايا من الصواريخ. هذا لا أضرار أنا سمعت أن الإيرانيين يعني نزلوا 20 طائرة إسرائيلية، يا سلام، أو ضربوا الغاز تبعنا في أسكلان. هلا اليوم عندك كمر الاستيناي، كل شيء بتقدر بتشوف. يعني تريد أن تقول أن هذه أو أن هذا الهجوم الصاروخي في الأخير كان عملية استعراضية لم تحقق أي تأثير على أي هدف إسرائيلي هنا بالتالي؟ عندك شك؟ بالتأكيد إذا كان أي ضرر أو أي لا سمح الله أو ضحية أو أي، كنا نعلن العالم كله، ما لناش شيء عن الحبي، بس ما كانش. طيب هناك حديث عن أن إسرائيل الآن تمنع نشر بعض المعلومات، يعني بالتالي هل تعتقد أن الجيش الإسرائيلي يجب أن يعطي بعض التفاصيل حتى يجيب عن كل هذه الشكوك، يعني ربما يوم غد على سبيل المثال؟ إسرائيل بتخبي. إسرائيل ليس دولة عربية، يمكن بسوريا أو بالعراق أو بأردن. لا، إسرائيل. سيد العاد، سيد العاد، لا يمكن أن نسمح بالإساءة إلى أي دولة هنا من الدول العربية بهذا الشكل، يعني يعني أسلوب التعميم لنتجنبه. يعني هذه الأمور صارت بالدول العربية ليس في إسرائيل، فلذلك أنا ذكرتها. يعني بالتالي إسرائيل مش شيء محبي، ويعني بنقول لا يعني احنا اقول لك بصراحه، اليوم في هذا العهد كل شيء مكشوف، كل شيء مفتوح، هل تستطيع ان تحبي اي معلومات؟ خاصه في اسرائيل كدوله ديمقراطيه مع صحافه حره، ما لناش احنا صحافه ملتزمه او اكاديميين ملتزمين زي تعرف. لكن سيد العاد، يعني هل تنكر ان الجيش الاسرائيلي احيانا يعطي بعض التعليمات او السلطات الاسرائيليه تعطي بعض التعليمات بان هذه المعلومات لا يجب ان تنشر مثلا ولا يجب التداول في هذا أبداً الموضوع؟ ابدا سامي منيح؟ لكن احيانا المتحدث، حتى المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي احيانا يقول بنفسه ندعو مثلا الاسرائيليين لعدم ربما مشاركه معلومات من هذا النوع او كذا. المعلومات اللي ما بينشرها من ناحيه امنيه، من ناحيه استخباراتيه، ليس من ناحيه ان بده يحبي، لا، يعني معلومات عن اشياء بسيطه جوهريه. ابدا، كيف أبدا المسار هذا في إسرائيل؟ شوف، كل القوة طبعا ناتج باللسان الإسرائيلي هو طبعا قول الصدق، والوسيلة الوحيدة عنده هي يعني كونه كرجل أمين يقول الصدق، هذا هو، ما في أكثر من هيك. فلذلك أبدا مش مسموح له أن يحب شيء أو ما يعلم شيء، بس من نواحي أمنية استخباراتية، هذا الوحيد. طيب سؤال أخير فيما يتعلق ربما بالدعم الأمريكي هنا، هل يمكن أن تتصرف إسرائيل هنا بمفردها وتخالف ربما التوجيهات أو التعليمات الأمريكية فيما يتعلق بأي رد محتمل على إيران؟ سيدي، إحنا في فرق بين التعاون وبين الاشتراك أو بين يعني تنسيق وبين أخذ إذن أو السماح. إسرائيل دولة ذات سيادة مستقلة، لم تحتاج لأي إذن. تنسيق، نعم، في تنسيق قوي جدا مع الولايات المتحدة، حتى مع الدول العربية، في تنسيق حتى مع اليونان والقبرص والدول المجاورة، لا. ولكن عشان إسرائيل تهجم مثلا إيران، كافي أن تنسق مع الولايات المتحدة، مش ضروري أن تأخذ إذن من الولايات المتحدة، وهذا معروف مش من اليوم، من سنوات يعني قبل. فلذلك يعني بالناس بيقولوا لا يكون شيء بدون موافقة أمريكا، لا، موافقة لا، التنسيق نعم، تعاون نعم، موافقة مش موجود عندنا بالقاموس. نعم، شكرا جزيلا على المشاركة معنا في هذا النقاش من حيفا العقيد مشيل عاد، الضابط السابق في الجيش الإسرائيلي.